Thank you very much. شكرا جزيلا. Start my دعني في البداية أن أتوجه بالتهنئة وأتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي صديقي وأخي على عقد هذا الاجتماع الهام وعلى توجيه الدعوة لي لأن أحضر وأن أتشارك معكم في وجهات النظر والتجارب والخبرات عن كيفية بناء قارتنا وبناء مستقبل أفضل لقارتنا برمتها. وتوجه بالشكر أيضا لرؤساء الدول For their different contributions they على إسهاماتهم المختلفة not only to their people التي and their countries, لم تقتصر فقط على الشعوب والبلدان بل أيضا إسهاماتهم التي شهدتها القارة بأكملها. أما بالنسبة لقيادات رواد الأعمال من الرجال والنساء الشباب الذين يجلسون معنا في هذا الجمهور والجمع الموقر إنه من الأهمية بمكان أن نعقد مثل هذه المناقشات التي لن تكون هي أول مناقشة ولن تكون أيضا الأخيرة. نحن نتحدث عن الشباب ونتحدث عن الشعوب الذين يمثلون أهم الأصول الخاصة ببلداننا وقارتنا. نحن نتحدث عن ريادة الأعمال ونتحدث عن الإبداع وعن أشياء مختلفة من حيث التجارة والأعمال وإلى ذلك. It is important indeed that we contextualize what we are talking about and give it the actual importance وأن نعطيها الاهتمام والأهمية الكافية التي تستحقها. It all comes through وكل ذلك ينبع when we get together حينما نجتمع مع بعضنا البعض understand our problem ونتفهم ونعي مشاكلنا ونتفهم ما هي مسؤولياتنا التي الواجب علينا الاطلاع بها. وهذه هي مسؤولية القيادات بالإضافة إلى مسؤولية الأفراد حتى يعود كل ذلك بالنفع على القارة. إذن الشباب الذين نتحدث عنهم Men and women, سواء كان ذلك من الرجال والنساء the population, إذا ما نظرنا إلى الشعوب كما ذكر مدير الجلسة نحن الآن 1.2 مليار من الأفارقة وذلك بحلول عام 2050 سيتضاعف هذا الرقم. نحن نحتاج أولا أن ننظر إلى هذه العملية ليس بصفتها تهديدا. حينما نتحدث عن 2.5 مليار من السكان في قارتنا بحلول عام 2050 إنها لا تمثل تهديدا بل تمثل فرصة. إنها ميزة إنها قوة مصدر قوة ولكن هذا لن يحدث إلا إذا ما استثمرنا الاستثمار السليم الواجب علينا القيام به والاستثمارات السليمة هي في الشباب الذين يحظون بميزة السن والمهارات أو المعرفة التي تجتمع مع بعضها البعض. ولكن علينا أيضا أن يكون هناك عملية للتيسير تيسير كل ذلك كل هذه العناصر حتى نبلغ منتهى أملنا سواء كان ذلك من خلال المنظمات أو من خلال المدخلات والمعطيات التي يدلي بها كل منا والمهارات المطلوبة التي تتمحور حول الموضوعات المختلفة. إذن من أهمية المكان حينما نتحدث عن مستقبل قارتنا نحن نتحدث عن مستقبلنا جميعا نتحدث عن مستقبل عدد من المليارات من الشعوب الذين يعيشون على أرض هذه القارة. إذن من الأهمية بمكان أن نضع كل ذلك على الأرض. شكرا فخامة الرئيس أرجو منكم